ونبقى في الأساسيات الأمنية، وتثمينا لدور فوج الطوارئ الثامن بقضاء الدجيل بصد الهجمات الإرهابية وحماية الأرواح والممتلكات، نظم شيوخ ووجهاء عشائر القضاء وقفة احتجاجية غاضبة ضد قرار رئيس الوزراء ووزير الداخلية القاضي بنقل الفوج خارج المحافظة، مطالبين بالعدول عن القرار ومؤكدين أن الفوج يمثل قوة أمنية كبيرة لحماية الدجيل، وقرار نقله سيفسح للعصابات الإرهابية سهولة التنقل بمساحات شاسعة تقارب 40 كيلومترا، ما يهدد حياة المواطنين ويزعزع أمنهم. للتفاصيل نتابع تقرير الزميل فاضل الأنصاري. وقفة احتجاجية غاضبة لعشائر الدجيل مطالبة رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالعدول عن قرار نقل فوج الطوارئ الثامن لكونه يمثل قوة أمنية كبيرة لحماية الدجيل من خطر العصابات الإرهابية. السيد رئيس الوزراء المحترم، السيد وزير الداخلية المحترم، بالنظر للظروف الأمنية التي يمر بها الوطن الغالي ومن ضمنها قضاء الدجيل التي تمر بظروف أمنية صعبة منذ عام 2003 ولحد الآن، حيث استطاع فوج طوارئ الثامن صد الهجوم الداعشي الغادر على مدينة الدجيل التي تحيطها أراضي زراعية وعرة جدا تكاد تكون فيها الحركة معدومة، حيث منطقة السيد غريب الخالية من السكان ومنطقة الكسارات ومقالع الحصو والمياه الجوفية ومقاطعة 23 جزيرة والتي تبلغ مساحتها أكثر من 35,000 دونم، وباسم عشائر الدجيل العامة المحتشدة في مضيف قبيلة خزرج، وباسم الأمير المفدى قيس جاسم القيس أمير قبيلة خزرج في العراق، نناشد السيد رئيس الوزراء المحترم والسيد وزير الداخلية المحترم بتثبيت الفوج وعدم تحريكه من موضعه الدفاعي الحالي. يعد فوج الطوارئ من القوات الأساسية التي تمسك مساحات واسعة بمناطق شمال وشرق جنوب قضاء الدجيل، وخصوصا منطقة السيد غريب المحاذية لمحافظة الأنبار، وأن نقله سيترك فراغا أمنيا كبيرا يهدد أمن القضاء حسب ما أكده مختصين. فوج الثامن أبرز القوات المتواجدة بالقاطع وماسك قاطع كبير عريض أكثر من 40 كيلومتر، فإذا تحرك هذا من هذا المكان يدري إحنا مضافات داعش وين موجودة، ما يرصدهم يسيطر عليها غير فوج الثامن، ومنذ البداية من 2014 إلى هذا اليوم فهو سباق في كل شيء وأخمد هواي حركات الداعشيين. حقيقة اليوم تجمع أبناء الدجيل شيوخ ووجهاء لاستنكار القرار الأخير القاضي بنقل الفوج الطوارئ الثامن من محيط الدجيل، حيث أن الفوج الثامن يمسك يعني خطوط يعني المحاذية لقضاء الدجيل. هذا القرار مجحف بحق قضاء الدجيل ويشكل خطر على أمن الدجيل، لأنه اليوم ما معقول أنه أنت تترك مسافة كبيرة جدا وتقوم بنقل الفوج إلى منطقة أخرى وإلى محافظة أخرى. الأبطال الفوج هم كلهم من أبناء الدجيل وضباطه من أبناء الدجيل لأنهم يعرفون جغرافية المنطقة. اليوم هو متشكل من عام 2014 لحد هذه اللحظة ويمسك هذه الحدود ومؤمن هذه الحدود بشكل كبير جدا. التحركات تنظيم داعش الإرهابي الآن في حال نقل هذا الفوج ستكون مستهدفة في مدينة الدجيل ومرقد الإمام العسكريين عليهم السلام، ومثل ما لاحظتوا أنه قبل عام أو أكثر من عام كان استهداف لمرقد الشيخ إبراهيم بن مالك الأشتر. مخاوف تنتاب المواطنون بقضاء الدجيل بعد قرار سحب القوات الماسكة لمحاور أمنية مهمة. لقناة صلاح الدين الفضائية فاضل أنصاري، قضاء الدجيل.